هذا كاين واحد عاد ورصفه في لسانه، كيجي للجماعه يقول لهم السلام عليكم، واش راكم؟ راكم بخير؟ متوحشكم؟ والله اللي مره ما شفتكمش. واحد المره تلقى مع صاحبه عند واحد العامير هذاك ما شافوش، قالوا السلام عليكم، واش راك يا صاحبي؟ راني توحشتك، والله اللي مره ما شفتكش. شتي قالوا انت هذه الحيه اللي جاتك في لسانك ثاني وشين؟ هاودي قال والله ما عرفتها لا من ربي والله من العبد. قالوا صاحبه راني مقيد لك طبيب، روح ليه ان شاء الله وراك تبرع. راه ناس راحت ليه ياسر كما راه صار لك مهاك وراهم براو. اي المهم راح يستقصي لك تلقى يقول السلام عليكم، يرحم والديك، كاين الطبيب ما شفتوليش وسماه راه هنا في جهه بوتريفيس. المهم كي لحق للطبيب قال لقاش يدير لاشين، الحق طول عقب الفرمليه قال لها صباح الخير، واش راك يا اختي؟ بخير يضرى طبيب هنا ولا بعض؟ قالت وهي في الطبيب راه في الداخل في عدو في مرضي في راني نلقى لك. اي مرة هاك لقاته قالت فرواح، فدخل الطبيب قال يرحم والديك كثر خيرك. دخل الطبيب قال سيدي الطبيب راهم يذكروا فيك وقالوا راك تداوي هذه الحيه اللي جاتني. قالوا الطبيب خضرك مفوت عليك تبرا تروح تلبس عليك راهم ياسر فوتوا عندي وبرا. كتب له لوردونونس وفز راح للفارماسي. الحق الفارماسي السلام عليكم، واش راه خويا لاباس؟